بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج طريق إلى الصحة. إن شاء الله بإذن الله اليوم غادي يكون عدد خاص إن شاء الله على عيد الأضحى. غادي نحاولوا نطرقوا للحيتيات اللي كتحيط بعيد الأضحى إن شاء الله بإذن الله. غادي نحاولوا نجاوبوا على العديد من الأسئلة. العدد الخاص بعيد الأضحى هو كان ضروري منه باش أننا نحط النقط على الحروف فيما يخص التعامل مع هذه المناسبة هذه باش أننا نخرج إن شاء الله بسلام. أول نقطة فيما يخص عيد الأضحى، أول مرحلة هو اختيار الأضحية، واختيار الأضحية يجب أن يتم بطريقة جيدة وبعناية. علاش؟ لأن الأضحية والطبيعة الأضحية كتحكم على بزاف الأمور خاصة فيما يخص الجانب الغذائي. إذا بالنسبة لنا اختيار الأضحية، حبذا لو أنه تكون أضحية يعني مستوفية للسن القانوني ديالها، لكن أنها تكون عاوتاني ما كبيراش بزاف. علاش؟ لأن كنعرفوا حنايا الأضحية كل ما تزاد السن ديالها كل ما كبر السن ديالها، إلا وكيزيد النسبة ديال وجود الكولاجين وما كطيبش مزيان، وهاد المسألة كلشي كيعرفها. زائد اختيار الأضحية، حبذا لو أن الإنسان نختاروا الأضحية نمشيو شي مكان اللي نعرفوا فيه الناس، نعرفوا طريقة التربية ديال هاد الأضحية هذه. علاش؟ لأن طريقة التربية وطريقة الأكل ديال الأضحية ونوعية الأكل ديال الأضحية، هاد الأضحية هذه نوعية الأكل ديالها كتحكم بنسبة كبيرة على النوعية ديال اللحم اللي غادي تكون في الأضحية. إذا حنا بالنسبة لنا اللحم باش تكون بجودة عالية فاختيار الأضحية، وحنا الحمد لله خصنا نربطوا علاقات مع الفلاحة، نربطوا علاقات مع الناس اللي ممكن أننا نجبوا منهم هاد الأضحية وتكون أضحية اللي صحيا تكون مزيانة. المسألة الأخرى اللي خصنا ننتبهوا لها هي ظروف ديال الذبيحة، ظروف ديال الذبيحة. والحمد لله الإسلام أحسن كثيرا في التعامل مع الذبيحة. إذا الذبيحة يجب أننا أولا يكون واحد الموس يكون موس ماضي، زائد أن الذبيحة ما خصهاش تشوف هذاك السكين، يعني الإنسان يجب أن تكون الشفرة حادة، فليحد شفرته وليريح ذبيحته. علاش؟ لأن الذبيحة لما كتشوف السكين ولما كتشوف مثلا واحد مثلا خروف كيشوف خروف كيتذبح، شنو كيوقع؟ الجسم ديالو ينتج الأدرينالين، هرمون القلق، وهذا الهرمون هذا كيتحكم في الجوده ديال اللحم وكيدوز في اللحم. والانسان في عود ما ياخذ اللحم اللي هي جيده كياخذ اللحم اللي فيها هرمونات القلق، منها الادرينالين والكورتيزول. هادشي علاش انسان الذبيحه يكون ذبيحه للسكين يكون ماضي، زائد الظروف تكون ظروف جيده فيما يخص الذبح. ما نحاولوش نبينوا داك السكين للذبيحه باش تكون الظروف جيده، ونخليو الناس اللي كيحاولوا يحبسوا الاضحيه خليوها تركل. علاش؟ لان الدم محرم في الاسلام، والدم يجب ان يخرج من الذبيحه، وكل ما خرج منها الدم مزيان كل ما النضج ديال اللحم من بعد غادي يكون نضج جيد. المساله الاخرى هي المساله ديال النفخ. كاين الناس اللي كيبغيو ينفخوا الاضحيه، دايوغ راه ممكن نسلخوا بلا ما نفخوا، واخا زائد الناس اللي كيبغيو ينفخوا الوغ ممكن يشريو هذيك الضاغط الهوائي او اللي كنسميوها حنايا البومبا، هذيك ممكن انسان ينفخ بها الاضحيه. اما النفخ بالفم هذا خطير جدا، لان كاينين بكتيريات، كاين بزاف الامور، كاين الناس المدخنين، كاين الناس اللي الفم عاده الفم يعني الانسان الفم يعود الى صاحبه، يعني كاين بكتيريات اللي تصلح الانسان هو في حد ذاته ملي كنكونوا ناكلوا ونفخوا على الاكل، راه هذيك البكتيريا اللي نفختي على الاكل كتولي ضاره ليك انت، فما بالك نفخوا في هذه الاضحيه. اذا انا لا احبذ هذه المساله ديال نفخ الاضحيه. المساله الاخرى هي نضج اللحم. الوغ مين ذبحوا الاضحيه، حبذا لو اننا نعلقوها ونخليوها من ما الى بغينا نقولوا ما نبداوش ناكلوا هذه اللحم هذه حتى تدوز واحد 24 ساعه. نبداو بليزابا، نبداو مثلا بالكبده، نبداو بالاشياء الاخرى. هذا اللحم كنخليوها توصل لاماتيوغاسيون. شنو معنات لاماتيوغاسيون؟ ان اللحم كتوصل للنضج، وهذا النضج هذا هو اللي كيعطيها خصائص اللي هي جيده، كنسميو حنا لي كريتير اللي كيتسمى اورغانوليبتيك ديال هذه الماده هذه. فيما يخص الطهي، الوغ الانسان وعاده الناس كيستعملوا الفحم. انا اللي افضل الحمد لله هذه الناس كيديروها كاملين على اختيار الفحم ديال الخشب، الفحم الخشبي ماشي الفحم الحجري. كاين الناس اللي كيختاروا الفحم الحجري، انا احبذ انه يكون الفحم ديال الفخر ديال الخشب،
ويكون بجودة جيدة، لأن مي كيصاوبوا الناس الكوشة باش يصاوبوا الفخر راه كل واحد كيفاش كيصاوبها، والطريقة والنوعية، واش الأنواع ديال الخشب اللي غيتي استعماله كيلعب دور كبير بزاف، الطريقة ديال كيفاش كنطمروا هذه الكوشة وكيفاش نصاوبوها كيلعب دور كبير بزاف. إذا مين نشريو عاوتاني الفخر، نشريو الفخر اللي هو يكون جودة جيدة. والنصيحة عافاكم ما تخليوش الفخر في المنزل، مي بغيو نشعلوا الفخر ومي بغيو نشويو نطلعوا للسطوحة نخرجوا للأماكن اللي فيها الأكسجين، ما نخليوهاش في المنزل، لأن هاد الديوكسين وهاد الرائحة اللي كتكون في الفخر واللي كتكون في الشيء هي مضرة للعين، مضرة للرئة، مضرة للجسم. إذا لينا نشويو نشوف واحد المنطقة اللي تكون واحد المكان اللي هو مكان يكون فيه الأكسجين نسبة كبيرة. الطريقة ديال الشيء حبذا لو أن ما يكونش هناك واحد التماس بين الفخر وبين بين اللحم، لأن هذا التماس هذا يولد ديوكسينات، يولد عديد من المواد اللي هي تكون مواد خطيرة على الجسم ديالنا، يولد بعض المواد اللي كنسميوها حنايا مواد كيتسموا اللي كيجيو من لا رياكسيون دو مايير. الوغ هاد لا رياكسيون دو مايير كتعطينا بزاف ديال المواد اللي هي مواد سامه، الوغ من الاحسن يكون التماس ما يكونش تماس مباشر مع الفخر. والناس دابا راه كيديروا اما البصله اما ماطيشه كتكون واحد الحاجز بين هذاك الحراره وبين هذاك اللحم باش يتم طهي هذا اللحم بطريقه جيده. علاش ما نخليوش هذا اللحم تعرض مباشره للفخر؟ لان كيتكونوا بعض المواد اللي كيتسموا ليزامين ايتيروسيكليك ولا ليزيدروكاربور بوليسيكليك. الوغ هاد ليزامين ايتيروسيكليك وليزيدروكاربور بوليسيكليك هادو مواد هي مواد خطيره على الجسم ديالك، شي علاش حاولوا تكون واحد المسافه بينها وبين الفخر فيما يخص الشيء ديال هاد اللحوم هادي. الطرق الاخرى، الطريقه مثلا ديال التبخار ديال اللحم طريقه جيده، الطريقه ديال الطاجين كذلك الانسان يحاول يختار بعض النوع ديال اللحم اللي يكون ما فيهش الشحمه بزاف باش ما يكونش هناك واحد نسبه كبيره ديال الدسم. الوغ هكا يكون طرق ديال الطبخ، طرق الطبخ كتعدد وكثيره بزاف، غير الانسان المغاربه الحمد لله كيعرفوا هذه المسائل وكيعرفوا هذه التفاصيل هذه. النقطه اللي بغيت ناكد عليها هو ان الانسان كل ما بغى يستهلك اللحوم في عيد الاضحى باش نخرجوا باقل الخسائر، ديما نسبقوا الوجبه ديال هذه اللحوم هذه بالخضر. الناس كيركزوا غير على المساله ديال استهلاك اللحوم 100%، وهذا خطا كبير بزاف. الوغ نحاولوا نكثروا من الخضر، الوغ ديما كل وجبه نسبقوها بواحد السلطه، وحبذا انه هذه السلطه يكون فيها الحامض لو سيترون. علاش؟ لان الحامض فيه لاسيد اسكوربيك او لا فيتامين سي، والفيتامين سي معروف انها فيتامين تنشط انزيمات ديال المعده اللي كيتسموا البيبسين، التريبسين، الكيموتريبسين، الوغ كيوجدوا الهضم ديال البروتينات، وهذه عباره عن انزيمات اللي كتقطع لنا وكتبدل لنا الهضم ديال البروتينات. اذا كل وجبه ناخذها حبذا لو ان نبداوها بسلطه، الوغ السلطه نديروا معها زيت الزيتون، ومن هنا ناكد على ان الوجبات في العيد الاضحى تكون مرافقه كلها بالسلطات وبزيت الزيتون. علاش؟ يعني زيت الزيتون هو اللي من شانه انه يقاوم لنا هذه الجذور الحره اللي كتسببها هاد اللحوم بكثره، زائد ان ما كتخليش لا بوتريفاكسيون، ما كتخليناش تخمرات على مستوى الامعاء، وزيت الزيتون معروفه انها بالدارجه كتشطب لنا الامعاء ديالنا وكتخلي الانسان ما يكونش عنده كونستيباسيون. الناس راه كيعرفوا في العيد الاضحى ملي كيبقاو الناس يستهلكوا اللحوم بزاف كتجيهم قبط، الناس كيربما كيخرجوا على يومين وثلاث ايام، وهذا مشكل كبير جدا. الوغ هذا الشيء اللي كيقاومنا هذا المشكل هذايا هو الفيتامين، هو عفوا زيت الزيتون. علاش؟ لان فيه التيغوزول، الهيدروتيغوزول، الاوروبيين، هادو مواد اللي كتحيدنا وكتقاومنا الجذور الحره. علاش؟ لانها عباره عن مضادات الاكسده. نقطه اخرى اللي بغيت ناكد عليها ما ان حبذا لو اننا نتجنبوا الوجبات اللي هي 100% مواد ديال اللحم، يعني وجبه تكون اللحم 100%، انا لا احدد هذه المساله هذه، الوغ وجبه تكون متنوعه فيها خضر بنسبه كبيره، زائد اللحوم المرافقه ما يكونش واحد الاستهلاك نسبه كبيره. من نقطه اخرى هي الفواكه، الله يعطيكم الخير، العيد الاضحى يجب ان يتم استهلاك الفواكه بنسبه كبيره، غير هي تكون بين الوجبات. دابا راه كاينه الهنديه، كاينه الكرموس العاديه، وكاينه الكرموس الهندي، كاينه البطيخ، كاينه الدلاح، كاينه اللي جاي دابا الرمان، الوغ كلها هذه فواكه ناخذوها بين الوجبات. علاش؟ لان الفواكه كتعطينا وسط قاعدي، اللحوم كتعطينا وسط حمضي، واللحوم اللي كتعطينا وسط حمضي، الوسط الحمضي هو وسط للامراض، وسط ملائم لنمو جميع الامراض. داكشي علاش باش يكون عندنا واحد التوازن دائما زوج بهيج، الوغ التوازن حمضي قاعدي، كنا كناخذوا اللحوم نقابلوها بخضر على شكل سلطات، زائد بين الوجبات نقوها بالفواكه، نكونوا متاكدين اننا غادي نقسم هذه الجذور الحره وما غاديش يكون التاثير الخطير ديال هذه اللحوم على الجسم ديالنا. زائد ان اللحوم بنسبه كبيره نحاولوا ما ناخذوش اللحوم بنسبه كبيره. علاش؟ لان كيكون عندها تاثير على الكليه،
او الكلاوي ديالنا بالدارجه الوغ هاد الكلاوي هادوما لان شكون اللي كيعطينها لا فيلتراسيون غلوميرولي اللي كتكون على مستوى الكليه كيكون عليها واحد الضغط كبير واستهلاك اللحوم بواحد النسبه كبيره كيخلي لنا الجسم تحت واحد الضغط كبير وخاصه الكلاوي ديالنا كيكونوا تحت واحد الضغط كبير داكشي علاش دائما يكون الانسان يستهلك بواحد النسبه اللي هي تكون نسبه معقوله وما يكونش عندنا مهرجان ديال الاكل الوغ عيد الاضحى هو جا باش الانسان يدير سنه نبويه ماشي يكون عندنا واحد المهرجان ديال الاكل. فيما يخص للعديد من المسائل اللي كيديرها المغاربه وخاصه اللي كيديرها المغاربه وخاصه القديده الوغ انا من الناس اللي احبط ان الناس يديروا هذه مساله القديده وخاصه حنا دابا في النهايه ديال فصل الصيف باقى شي شويه الحراره الوغ استغلال هذه الحراره هذه من اجل اننا نديروا القديده ودايوغ القديده هي احسن واجمل طريقه من اجل اننا نحفظوا هذه اللحوم. اذا نتمنى ان هذه الحلقه تكون عطاتكم فكره على النقاط اللي خاصنا نتبعوها في عيد الاضحى. لا يسعني الا ان نقول لكم عيدكم مبارك سعيد ان شاء الله ونتمنى اننا ندوزوا هذه المرحله بسلام وعشركم بروكه وان شاء الله الى الملتقى في برنامج الطريق الى الصحه. ولا تنسوا ان من الحكمه نعرفوا شنو كناكلوا من الذكاء نعرفوا شنو كناكلوا ولا تنسوا ان الداء والدواء في الغذاء والمرض وارد والشفاء مطلوب والوقايه خير من العلاج وعيدكم مبارك سعيد.